عليكم أن الذكاء الصناعي مجال جديد، وفي كثير من المجالات الجديدة الجهات تعلمت على فترات طويلة من السنين. والله الحمد في آخر 7 سنوات رينا في شركة موزون العديد من الأشياء اللي ساعدتنا نفهم ليش مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل. أولها جودة البيانات، ثانيا موضوع الحوكمة، ثالثا الأهداف، رابعا الكفاءة الاقتصادية، وكذلك نقل المعرفة. فمتى ما الجهات اهتمت بالنقاط الخمسة هذه وعالجتها بشكل مباشر راح تعزز من كفاءة المشاريع ومدى نجاحها بإذن الله. نتشرف أن نشارك في مثل هذه المحافل، والمحافل هذه جدا مهمة، تبادل الخبرات بين جميع القطاعات، من القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع البحثي كذلك، وهي فرصة ممتازة جدا لتبادل الخبرات بين المجالات المختلفة.